بغيتكم تشاهدوا معايا المشاهدين الكرام الخلية هادي. الخلية هادي راه قسمها عندها شهرين وراه بنات في الخنشة، مزدتلاش الإطارات، غفلت عليها. وتشاهدوا معايا، تشاهدوا معايا الملكة ملي كتكون ملقحة صغيرة كتعطي النتيجة. إذا كانت عندك الملكة مسنة كتكون المرأة غادي تنطلقش. تشاهدوا معايا هذا مع كمية النفق بنات العلاقة والخنشة النتيجة بتكون تكون ملكات دابا هنا بهاد الشمعة هدا غنحلو غنديرو فهاد الإطارات هادو باش يكون الشمع طبيعي. كنحب أنا العفش لي يكون الشمع طبيعي. الغطاية مبقاتش خدامة دابا، في حضانة واحدة معايا العسل، عسل مختوم تعرف النحل وعندما يكون كرع على كاريتوس بعض الأزهار يجيب لك الشمع أبيض ناصع ناصع البياض. ما شاء الله اللهم بارك. حنا درنا هنا هاد الكادر هذا باش منضيعوش فيه، لصقنا هنا النحل غادي العسل فيه العسل فيه علاش مازال العسل منضج. هذا راه فضلت عليها واحد اسبوعين شخص قلت مازال ما غادي تنطلقش، ولكن كاين الرعية خدمات. نتمنى لكم تشتركوا مع القناة ومزيد من الفيديوهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.